غانريو يلا غانريو بوب فيرسز شاويو ادي ها يلا نشوف شخصيتين يلا تلزق في بعض نشوف شاويو غانريو شو بيسوون اوكي اوكي جوز فور ذا بوكس اجين نايس اوكي اوه بانش اون ذا باك تيرن 3 اوكي ايش بوب على فكره بوب ببرشره يعني اها لينك شاويو دير بالك هو ميزته عداوه ما بيخاف فاهم كيف ها ترى المفروض انك تلعب شاويو ما تخاف والله اذا خفت يا شاويو خلاص ودع ليش تبهدلت يا يوم لعبت شاويو انا خايف اجا ايدي طلع الدمج يا اخي انا الفكره انه الدمج برضه عالي يعني اه ادي ودع الدمج مال الخاوي الباك وان فور حط كاونت هيد 140 يلا خذ لك عشان في كابلس بوجن اوكي مباراة لحد طلع الدمج اه خلاص خرب المخ الحال كل شيء تسوي لك ممتاز عداوة بيلعب بطريقة رايقة و... يا اخي خبرة بطولات فاهم كيف ما شاء الله يعني الشاب شوف الستب شوف الستب شوف الستب تعال 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 هذا نظام بدك تعال ريا على ريد ايوه هذا نظام بدك تحكي له تعال 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 فاهم كيف صح صح اوكي حركة دراجون المفضلة عند الجدار هذه هير وي جو لخ باكتر فما بيحصل كل الدامج اوكي ادي اوكي كومبو ريست مره ثانيه ميكس اب ميكس اب ميكس اب بالعكس هو بده يطول بوب لانه هو اوريدي اصلا مش حيقتل اللي جريو كان اوكي جراب على الحيط على الجدار مش كومبو اوكي نايس كاتش اعتقد خلصت اعتقد خلصت نايس فلوت خلصت خلصت 1 1 والله الله الحمد لله ما في مفتك انزلت نايس كومبو لو هيتنج ميد فعال يعني ما تم ما فيش على الجدار عمل دروب للكومبو اوكي جدار اوكي نو كومبو اوكي لا اعتقد اي كومبو لا ما في اوكي شوف بعد باك 1 4 هو فاهم لايدي اه حلوه حلوه هذه الوف اوكي باك 3 كومبو والله للحين ما فاهم الكومبو مال ايدي انا يا اخي المخلوق هذا اوكي بانش ما بانش بانش اجين ما فيش بانش اوه هاي الجيم كله ريدز الظاهر اوه شفت ايش اللي صار تو شو اللي صار؟ لا ما ادري شو سوى سايد ستيب بلس 2 اوكي عند الجدار اوه نايس سكند راوند لدراجون اوه باريز اوكي نايس نايس جراب اوكي وايل ستاندينج 2 جيتس كوت وي ويل جيت اب كيك نايس على الوول تاكاش اوكي نايس تاكاش اوكي كاونتر هيد ما عملش الكومبو ثرو حلو نايس دخل اثنين هالوين اوكي جراب اجين عنده الصوب الثاني اوكي جراب اجين شكله شكله عداوي فهم عداوي فهم ان دراجون ما يعرف يلعب الصوب اليمين ما يعرف يتنرفز شويه فمن الحين بدا يمسكها وشي ويودي الصوب اليمين لان هاي النقطه لاحظناها اوكي ريج لينك شوي والريج ما جاتش كاونتر nice. اوكي اوكي برشر عند الجدار اوكي ميكس اب اب كيك ما اجت قال اه عشان بوب مش مشكله اوكي هان باري مالها اول راوند اول جوله تروح لدراجون اول مباراه اعتقد دراجون بيلعب بالمرتاح انت ملاحظ الاثنين مرتاحين انا الحين ما تشوف واحد منرفز مش متنرفز هي مش قصه نرفزه بس هي الفكره انه اه بدنا نفتح طريق بس الجماعه اوكي اوه نايس اوكي اعتقد انه عداوه بده يعمل دمج لانه قال لك ما فيش فايده انك تعمل ميكس اب كان بيسوي كات حق الذاكره اعتقد نايس اوكي بريك بدا يفهم عليه اوكي ظهر فروم ذا باك اوكي اعتقد انه ممكن يكون فيها اوكي ايدي اجا كاونتر هيت اكيد اول راوند راحت اكيد طبعا اكيد خلصت الراوند لعداوي ال 4 2 1 4 انا الحين ما افهم ايش يسوي على الوول مرات ما تي اي صح انه فيها دامج بس شيء لها تايمينج يمكن معين بس والله ما الريال فاهم اللعبه اوكي كاونتر هيت على الوول اوكي نايس برشر على الوول اوكي والله شوف الكانسلز اللي اسويها بالباك دور والله ما لها شغل ترى مو بس اي كلام اوكي تاك كراش اوه اوه بو 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 اه برد عليه انه انا مش سالفه انه ما في خوف اوكي كومبو بس طبعا حيكون دمج تبعه خفيف اوكي دال وول مره ثانيه لو لو اوكي نايس اوكي على الجدار تاج اوت تاج اوت يس نايس اوه ما كان من بون اوكي
لينك شاوي ومكسب. اوكي ما زال دراجون بدا again. شوف اذا دراجون بدا يتفرج في المباراه خلص اعرف انه دراجون منتخب اجين. اه هو فكر اه حلو حلو الاستيب سايد ستيب انت باك حلو نايس. هو فكر على فكره الاستيب 3 على اساس يديله جاكل من تحت مكسب لك اكثر واعطاه اللون ثاني. مشكله مشكله لينك شاوي يا اخي. يوم اقول لك لينك شاوي مشكله بس خير مثلا عندك الكوريين ما بيلعبوا فيها الكوريين لانه انفاهمين. احنا عندنا مفاهمين وايد يعني حتى لو احنا فاهمينها فاهم كيف؟ اه او كاونتر هيت على الجدار طلع الدمج والاثنين بياكلونكم. لا اوكي بس عليك. اوكي كاونتر هيت نايس اوكي. اوه نابالم اوكي ميكس اب ما عليك ايدي بيكمل. الفكره انه ايدي بيكمل هذه مشكله. اوكي ثيرد راوند جوز تو دراجون. اوكي نايس رول نايس دامج. هذه كثير انضربت انا برضه تو من عداوه كثير انضربت. هاي رول ماينس فاذا صديتها بس جاب بونس. اوكي نايس كومبو هذا اللي ترابات. اه طبعا جيم طبعا جيم. اوه لا حب شوي يطول الجيم فاهم كيف؟ هو الجيم تقريبا خلص لعداوه. اوكي جيت اب كومبو يلا. اوكي مش حيزن جاريه طبعا اول مره اشوفه بنط انا بصراحه. اول مره يقفز اوكي معلاش بانش نايس اوكي هو بيستنى يعمل نايس. اوكي اتاك صح اكيد اكيد اه طبعا 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 لا انا والله ما اعرف انا عارف انهم 30 فريمز انا عارف انهم 30 فريمز بس مو بهاي غريبه والله دراجون محظوظ في الحركه هذه على فكره انها ما اجت فيه كامله. اوكي دراجون خلص الجوله نايس اعتقد دراجون خلص الجوله من ورا عدل خلاص ليش لا 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 خلص خلصها خلصها ممتاز. اوكي سو تو على فكره كثير ثقه كثير ثقه بتاعت الجوله دراجون انه يفوز الجوله هذه. عداوي المفروض يركز عليه شوي. عداوي شوف عداوي انا حاسك عداوي بيلعب كاجوال صراحه. انا صراحه بلعب عداوي والله. ايه؟ بلعب عداوي لان تميت الجرب عشاوي فتره شوي فبجرب جرب كاونتر هيت عند الجدار. شوف عداوي حاسه بيلعب كاجوال مش بيلعب بطوله فاهم كيف؟ ايه هو لانه رجع يلعب فتره لانه هو مش عن فتره يعني. نايس فلوت نايس فلوت. اوكي جراب فيها جراب قلت لك فيها جراب. 1 داون 2 ها؟ اوكي سوري. اوكي. اوكي. على فكرة دراجون الديفنس تبعه جانري سيء. ايه ايه سيء جدا الديفنس تبعه من تحت. اوكي نايس سلايدي. اوكي 1 1 1 1 اعتقد انه اعتقد ان المباراة حيكون فيها كثير مفاجآت. بس في غريبة بادي سموك بيعطي نصائح لدراجون انت ملاحظ هذا الشيء؟ خلاص احنا نعطيه عداوي الصوب اليمين ما يعرف يلعب. هو الصوب اليمين ما يعرف يلعب. احنا بعد نعطي نصايح هم يعطون نصايح ماش حالك ايش السالفه فيش احنا حتين ايه هالمشكله. اوكي تايمور قاعد بيلعب مع اوكي نايس. اوكي فورد فورد 1 بلس 2 فورد 1 بلس 1 بلس 2 حابين بس امنشن انه رجال بيلعب مع شو اسمه مع تايمور. اوكي صح في اللوزرز براكت. اوكي كومبو لا ما زخه تاخر وايد. واو هذه الحركه الزنخه تاعت داون باك تو داون باك تو الزنخه صح 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 كثير ما عليك من وراه لا انا اقول لك داون باك تو الحركه بعدين اوكي باك تو اخ على فكره فيها ستيب هيك خفيف فاهم هاي الحركه كل شيء تسوي له كرش ما شفت شيء ما سوى له كرش على الحركه اخاف هو من مو بتسوي له كرش عادي راوند دراجون بس اوه كاتشز باكتر يلا هو الحين فاهم شو عشاوي على الرول مالها فبدا يسوي اللو هيتنج ميدز تايمور اول مباراه يفوزها من الصبح والله؟ اه اوكي تو ذا وول نو ريست اوه باك تو اجين اوكي اب فور يلا من تحت باك تو ما بصد من تحت بضرب اللي هو اللي شو اسمه بس اوكي مسكوا من ورا ام بلاينج اجينست لوز نكست جيم 2-1 فور دراجون اوه عداوي شوت فوكس عداوي المفروض يركز اوكي نايس اوب يلا يلا هي اوه نايس اوكي كان يبي يسوي الباك تيرن 4 اعتقد انه خلص الجيم صح؟ يمكن لا لا ما ظني ما ظني ما ظني يا ما ظني ادي يروم يسوي شيء ايوه هال 13 فريم وال ستاندينج هال الخايس هذا تاج اوت ايوه خليك سيف هذا على فكره عليها لونش اي وحده تاعت ايدي ما اعرفها والله انا ما اعرف وايد في الكابوس مع
السلام. نايس اوكي نايس نايس ميكس اب اوكي لينك شاويو. شوف لينك شاويو سريعة يا اخي. وال ستاندينج تو هاي هاي ترى هاي هاي شي لينك شاويو ترى لعبها ماريو بتلعب شو خليك تتنرفز. اظن في جراب عليها حلوه الرفع طلعت نايس 4 4 2 بلس 2 1 بلس 2 اوه دامج سايد ستيب 3 اعتقد اوه ماي جاد هالوين الله اكبر الله اكبر هالحركه بلس اون هيت اوكي نو بانش بعد ما في كومبو ما في كومبو لانه من الظهر ما في كومبو اوكي خلص الجوله ذس شود بي جيم ذس شود بي جيم يا جيم 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 اوكي جود جيم 2-1 لدراجون اوكي لاست جيم اي ثينك فور دراجون اعتقد انه دراجون دراجون للفاينل ها دراجون اذا فاز هالجيم بيصير الفاينل اعتقد شوف هو دراجون بيعتمد جنب الحيط على الضربه ثلاث ضربات تاع عنقر ريو على اساس يلزقك في الجدار لا تعرف دراجون شو يسوي؟ هي هذه تنافسك صح؟ هذه الحركه ويا تقول عادي سوي لي تبينه بعدين واكب بشوف شيء بانش من بعدين سوي بانش بس ومفروض شيء تلعب ضد شاويو نايس بانش المفروض تكون ريلاكس ضد شاويو شوف بس يالس يصده شوف اوه شو هذا بارك الله فيك لينك شاويو فورد فورد 1 بلس 2 اسمي هالحركه اوه نايس الحركة كراش ايفريثينج طلع التامج اوه نايس داون باك 2 اجين داون باك 2 مشكلة هذه لأن التامج تبعها عالي اوكي بريكس اول نو 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 سبايك اجين داون باك 2 اوه حلو 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 الكومبو حلو اسس ديسكاستنج اللعب اخر راوند لدراجون عشان ياخذ الفاصل اوكي ريسيت الاعصاب اوكي ادري اوكي اوكي ما فيش بانش اوه بانش نايس لا ما ظني بانش في لها بانش كاونتر هيد كاونتر هيد لو ما نستنى وسوي 15 فريم بانش ف ما في انا على اللونشرز اللي ما دانيهم اللي لو تزخم فلوت بعد يعطيك كومبو غش هذيل لا بالعكس لا والله غش احنا عندنا مثلا مهران جاست فريم سكاير قد مالنا زخيت واحد طاير ودع الكومبو اوه هالمره كان قوي يا غلام نايس وال ستاندينج تو اوكي عداوه ممكن بالجوله الاخيره يقلب الفاصل اذا عداوه يهد اعصابه شويه اه بدا يبدا شويه فوكس اوكي كومبو لا حلو الله نايس هي تاج اوت تاج اوت نايس واو ريفرس اوكي اوبا اجين داون باك تو شو هال حلو الويف بانش حلو الويف بانش بعد زين اوه نايس اه يا اخي في بحس في حظ في اللعب مرات شكلها ايه شكلها اوه جود جيمز جود جيمز